المزمور 83 تسبحة مزمور لأساف. اللهم لا تصمت لا تسكت ولا تهدأ يا الله، فهوذا أعداؤك يعجون ومبغضوك قد رفعوا الرأس على شعبك، مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحنيائك، قالوا هلما نبدهم من بين الشعوب ولا يذكر اسم إسرائيل بعد، لأنهم تآمروا بالقلب معا عليك، تعهدوا عهدا خيام أدوم والإسماعيليين مؤاب والهاجريون، جبال وعمون وعماليق، فلسطين مع سكان سور، أشور أيضا اتفق معهم، صاروا ذراعا لبني لوط سلاح. افعل بهم كما بمديان، كما بسسرة، كما بيايين في وادي قيشون. بادوا في عين بور، صاروا بنا للأرض، اجعلهم شرفائهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل صلمناع وكل أمر أمرائهم، الذين قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن الله. إلهي اجعلهم مثل الجل، مثل القش أمام الريح، كنار تحرق الوعر، كلهيب يشعل الجبال. هكذا اطردهم بعاصفتك وبذوبعتك روعهم، املأ وجوههم خذيا فاطلبون اسمك يا رب، ليغدوا ويرتاعوا الى الابد، وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا انك اسمك يهوى وحدك العلي على كل الارض. الليلويا. المزمور الاخير من مجموعة مزامير اساف، وفيه صرخة او نداء لربنا بان الله يقوم ويتدخل في حياة شعبه، خصوصا لما يحس الانسان ان في امور كثيرة اجتمعت عليه او تحالفت عليه واحاطت بيه من كل جهة، بتضايقه وبتحبطه، بتفشله في الحياة مع ربنا، بتتعبه، بتذله. فهنا المرنم وقف يصرخ لربنا صرخة، يقول له اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. يعني بيقول للربنا ما تديش لنفسك راحة، لحد انت يا رب تفضل ساكت وسايبني تعبان، لحد انت يا رب الظروف اللي حواليا تفضل صعبة. فهنا صرخة ان الله يتدخل في الامور اللي محيطة بي، وفي الامور اللي بتبعدني او بتتعبني او انها بتحبط في حياتي كثيرا. فبيقول له اللهم لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ. ودول ثلاث مراحل من الصمت المطبق اللي ما بيعملش فيه حاجة، لموضوع السكون، لموضوع الهدوء. بيقول له لا تسكت ولا تهدأ يا الله، يعني ما تريحش نفسك الا لما تحللي مشكلتي، الا لما تديني احتياجي، الا لما تنصرني على اعدائي. وفي اوقات كتيرة يلاقي الانسان ان في عوامل كتيرة من الخطايا محيطة بيه او متحالفة ضده، الشيطان عايز يوقعه، والناس بتعصره، والامكانيات مش مساعداه، امور كتيرة بتحاول تعطلنا، والخطية بتحاول تشدنا لتحت، والانسان ضعيف ما بيقدرش يعمل حاجة. لكن قدامه انه يصرخ لربنا ويقول له انت يا رب ما تسكتش وما تهداش الا لما تصنع في حياتي شيء. هوذا اعدائك يعجون. لاحظوا حاجة عجيبة، ما بيقولش هوذا اعدائي، ده عايز يقول لربنا ان الناس اللي بتعاديني دي او الاشياء اللي بتعاديني اصلا هي بتعاديك انت، لانها عايزة تفصلني عنك. فعشان كده بيقول له اعدائك، ما قالوش اعدائي. الناس دي قصدها، او الشيطان لما بيهيج عليا، والخطية لما بتهيج عليا، والشر لما بيهيج عليا، ليه هدف واحد بس،
انه يفصلني عن الله او يأسني من الحياة مع ربنا او يمنعني من اني اكمل الطريق مع ربنا. فعشان كده في الواقع اذا كانوا دول اعدائنا اللي اتكلمنا عنهم في سفر المزامير، الشيطان والموت والخطية، فالثلاث حاجات دول عايزين يفصلوني عن ربنا. فالثلاث حاجات دول مش اعدائي انا، لكن دول في واقع الامر اعداء لله اللي عايزين يفصلوا ابن الله عنه. وذا اعدائك يعجون، يعجون يعني بيعملوا دوشة واخدين اليد العليا في كل الامور، ومبغضوك قد رفعوا الرأس. وهنا رفعوا الرأس يعني بقى ليهم السلطان وبيفتخروا ان هم قادرين يعملوا وان هم ليهم زي ما بيقولوا الأبر هاند في حياة الانسان. على شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على احميائك. احميائك يعني الناس اللي انت مفروض تحامي عنهم وتدافع عنهم اللي هم احنا. عشان كده اذا كان الانسان عايز يكسب معركته ضد الشر وضد الخطية وضد الشيطان، اوعى تخش المعركة كأنها معركتك انت والشيطان او معركتك انت والخطية، لانك مش هتقدر. لكن حول المعركة ما بين الشر وما بين الله. عشان كده قل للربنا الاعداء دول اعدائك انت، وانا ابقى تبعك اللي انت مفروض ان انت تحميه. عشان كده المعركة دي تبقى بتاعتك يا رب، ما هياش بتاعتي انا. اذا كانت الخطية مقتدرة وطرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، انا ما اقدرش اواجهها. لكن الخطية دي تبقى عدوتك انت يا رب، لانها بتفصلني عنك، وانا اللي مفروض ان انت بتحميه واللي انت بترعاه واللي انت بتدبر اموره. عشان كده هيقول له في مزمور تاني: لكي لا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. ما هو ما كسبناش، احنا لو احتاجنا الصديق هيضطر يمد ايده للغلط. فعشان كده خلي المعركة هي معركة ربنا. ما تواجهش الشر انت مواجهة امام الشر، ولكن خلي ربنا هو اللي يواجه الشر، وربنا هو اللي يواجه الخطية. وانت استخبى ورا ربنا. قالوا هلما نبدهم. ده هدف الشر والشيطان والخطية، ابادة الانسان وابادة العلاقة بين الانسان وما بين الله. من بين الشعوب ولا يذكر اسم اسرائيل بعد. اسرائيل ده يمحى، واسم اسرائيل ده ليه وقع وليه رنة معينة. اسم اسرائيل ده مين اللي اداهوله؟ الله اداه بنفسه ليعقوب، قال له ما يكونش اسمك يعقوب ولكن يبقى اسمك اسرائيل، لانك جهدت مع الله وغلبت. فاسم اسرائيل ده الاسم المختار من الله شخصيا، الاسم المحبوب من الله شخصيا. اهو الشيطان بقى عايز يمحو هذا الاسم المختار، عايز يمحو هذا الاسم المحبوب من حياتي. اذا كنا احنا مسيحيين لان احنا مسحنا للمسيح، واذا كنا احنا مختارين لان الله اختارنا في شخص المسيح، فالشيطان عايز يمحو اسرائيل او يمحو اسمنا او يمحو مسيحيتنا او يمحو اختيارنا. عشان كده يقول الرسول: اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني ربنا اختارنا، لكن المهم ان الاختيار بتاع ربنا لينا ده يظل ثابت، مفيش حد يفقدنا اياه. فاذا كان ده هدف الشيطان باستمرار وهدف الشر والخطية انه يمحو ولا يكون اسرائيل بعد، ولا يكون هناك انسان مختار لله او انسان محبوب من الله او انسان جاهد مع الله وغلب، ده شيطان مش عنده. دي خطته، ابادة العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. وبعدين بيوصف له حالة: لانهم تآمروا بالقلب معا.
مش بس بالفكر، دول تأمروا بالقلب، رغبتهم رغبة جديدة في إضاعة هذا الاسم المختار أو هذا الشعب المختار. تأمروا معا عليك، وما زال بيوجه الكلام لله ان العداوة دي مش عداوة شخصية ليا، لكن العداوة دي شخصية ليك انت يا رب. تعهدوا عهدا، عملوا اتفاقية، وابتدى يذكر الشعوب اللي موجودة حوالين شعب اسرائيل من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال، كلهم عملوا اتفاقية، عملوا تحالف مع بعض ان هم يديدوا شعب اسرائيل. فوات كتير الانسان بتبقى الظروف معاه متحالفة بعضيها مع بعض، ومن كل ناحية لاقي صعوبات ولاقي مشاكل، سواء من الناحية المادية او من الناحية الاجتماعية او من الناحية الصحية او من الناحية النفسية او من الناس اللي حواليه او من الكنيسة او من المجتمع اللي عايش فيه او من البيت، يلاقي وكأن الظروف كلها اتفقت عليه من اجل انها تفقدوا علاقته مع ربنا. ويجي الانسان يقول ما هو لازم اغلط علشان اعرف عامل الناس ده هي اللي بتعاديني، وهو لازم اغلط علشان امشي اموري، من غير ما هغلط مش هقدر اعيش. فلما يلاقي ان الكل اللي حواليه ملمومين عليه ومتفقين عليه، زي ما حصل مع شعب اسرائيل، خيام ادوم والاسماعيليين، مؤاب والهاجريون، الهاجريون اللي هم اولاد هاجر، جبال وعمون وعماليق وفلسطين مع سكان سور واشور الامبراطورية العظيمة كمان وبني لوط، كل ده قاموا علي واتفقوا علي. عشان كده يقول اشور ايضا اتفق معهم وصاروا ذراعا لبني لوط سلاح. والسلاح هنا يبقى فيه ارتفاع في الموسيقى ووقفة موسيقية عشان يوري قد ايه الاحساس ان الانسان في حيرة وفي صعوبة، ان كل الظروف دي مجتمعة حواليه وضده ومحوطاه من كل ناحية وهو مش عارف يفلفص منها. حقيقة ان الموقف ده حصل مرات كتيرة في تاريخ شعب اسرائيل، لكن من اشد المواقف اللي ظهر فيها هذا لما تجمعوا حوالين اسرائيل وكانوا عايزين يبيدوه، كان في ايام يهوشافاط الملك. ولو طلعنا سفر الاخبار ايام التاني، سفر اخبار ايام تاني اصحاح 20 في صفحة 707 يحكي لنا ازاي ان هم تجمعوا حوالين اسرائيل علشان يبيدوه يمحوه، ولكن وقف يهوشافاط يصرخ ولربنا ويقول له يستنجد بي يا رب، لا تصمت لا تسكت لا تهدأ. ثم بعد ذلك اتى بنو مؤاب وبنو عمون. لاحظوا ملاحظة كمان صعبة، ان الناس اللي قامت وتجمعت على شعب اسرائيل عشان تبيدهم تقريبا نصهم قرايبهم، يعني بني ادوم، ادوم ده اللي هو عيسو، كان يبقى عيسو ده اخو مين؟ يعقوب، يبقى قريب شعب اسرائيل. وبني عمون وبني مؤاب دول ولاد لوط، لوط ابن اخوه ابراهيم. فتخيلوا حتى قرايبهم بالجسد قاموا وهجموا عليهم علشان يبيدوهم، ومعهم العمونيين على يهوشافاط لمحاربته. فجاء ناس واخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير. لما تبقى المشاكل كتيرة من عبر البحر من ارام، وها هم في حصون تامار في عين جد. فخاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب. على طول رنم هذا المزمور، يا رب لا تصمت لا تسكت لا تهدأ. ونادى بصوم في كل يهودا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. جاءوا ايضا من مدن يهوذا ليسألوا الرب. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا واورشليم في بيت الرب
امام الدار الجديدة وقال يا رب اله ابائنا اما انت هو الله في السماء وانت المتسلط على جميع ممالك الامم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، هيحول الحرب اللي بينه وبين هؤلاء الشعوب لربنا على طول. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل؟ إحنا شعبك اللي أنت اخترته وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد، فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسم القائلين إذ جاء علينا شر سيف قضاء أو وباء أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقتنا فإنك تسمع وتخلص. والآن هو ذا بنو عن ومؤال سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، فهو ذا هم يكافئوننا بمجيئهم ليطردونا من ملكك الذي ملكتنا إياه. إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وقف بضعفه كله يحط قدام ربنا يقول له أنا مش عارف أعمل إيه، لكن كل اللي هقدر أعمله نحوك عيني، أنا بصص لك أنت علشان تعمل، انت اللي وجدتنا وانت اللي اخترتنا وانت اللي اديتنا ودول يبقوا اعدائك لان احنا شعبك. وكان كل يهوذا واقفين امام الرب مع اطفالهم ونسائهم وبنيهم. وان يحذائيل ابن زكريا ابن بنايا ابن بعائيل ابن متانيا اللاوي من بني اساف، عشان تعرفوا ان بني اساف هم اللي قالوا المزمور 83، كان عليه روح الرب في وسط الجماعة. واحد من نسل بني اساف لاوي خادم وقف يتنبأ بروح الرب، فقالوا يزغوا يا جميع يهوذا وسكان اورشليم وايها الملك يهوشافاط هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لأن الحرب ليست لكم بل الله. ودي أهم حاجة في الموضوع، إن في مواجهتنا للشر وللخطية وللشيطان اوعى تخش الحرب بنفسك لأنك مش هتقدر، لكن دخل ربنا قل لربنا دول أعدائك وأنا تبعك، أنا اللي أنت مفروض تحميه. الحرب غدا انزلوا عليهم فهوذا هم صاعدون، وابتدى فعلا يرشدهم للخطة ويقول لهم في الاخر قفوا اثبتوا انظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تخافوا لا ترتاعوا غدا اخر يخرجوا للقائهم والرب معكم. فخر يهوشافاط وسجد، وفعلا ربنا يصنع ليهم خلاص من مجموعة الامم والممالك اللي حاطت بيهم وتعهدت انها تبدهم، لكن لان الحرب بقت لربنا ربنا نجاهم. نرجع ثاني المزمور 83. فهنا الانسان المزمور ده جميل بالنسبة له لما يحس ان الامور احاطت بيه من كل ناحية وان الصعوبات والمشاكل والضيقات من كل جهة محوطة بيه وكأنها اتفقت عليه، لكن يقف يقول لربنا لا تصمت لا تسكت لا تهدأ يا الله. وبعدين يبتدي يستعيد ذكرى عمل الله السابق معاهم قبل كده. انت يا رب نصرتنا قبل كده في مواقف كتيرة، وزي ما انتصرت لنا قبل كده تنتصر لنا الان دلوقتي تاني. افعل بهم في عدد 9، افعل بهم كما بمديان كما بسسرة كما بيايين في وادي قيشون. وشفنا حكاية سسرة
ودبورة في سفر القضاء، ازاي امرأة ضعيفة قدرت تنتصر على سفرة بكل مركبات الحديد وبالجيش المعد، لان ربنا نصر شعبه بواسطة تلك القاضية دبورة. بادوا في عين دور صاروا ضمنا على الارض، صاروا زي قذارة مرمية على الارض بعد ما كانوا جيش جبار عظيم جاي يحارب شعب الله. اجعل شرفائهم مثل غراب ومثل ذئب، ودول قصتهم مشهورة مع جدعون. جدعون ذلك القاضي اللي ظهر ايضا في سفر القضاء وكان قاعد مستخبي من المديانيين، وبعدين ظهر له ملاك الله وقال له السلام ليك يا جبار البأس. فقال له جبار بأس ايه؟ ده انا هربان وعشرتي الصغرى والذلة في منسة. وبعدين ربنا يقول له طب تعالى وانا اشتغل بيك، فيقدر يموت غراب وذئب اللي هم امراء المديانيين. ومثل ذبح ومثل صلمناع كل امرائهم الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله. كل شيء سولت لي نفسه انه يجي وياخد نصيب ربنا الله اباده. ما هو مساكن الله دي الارض اللي اعطاها لشعبه، فكل الامراء دول المديانيين اللي انتصروا عليهم حبوا ياخدوا الارض اللي ربنا اداها لهم، فده كان نصيبهم وميراثهم الموت والهلاك. لكن على المستوى الروحي مين هم مساكن الله؟ الله بيسكن فين؟ فيا وفيك وفيكي. والشيطان عايز يستولي على مساكن الله، يطرد ربنا من حياتنا، يبقى هو المتملك على نفوسنا. لكن النفس الصاحية تقول لربنا لا يا رب، خليهم زي سلمناع وزي ذبح وزي غراب وزي ذئب وزي سسرة وزي كل اللي انت اهلكتهم، لانهم حبوا ياخدوا نصيبك وميراثك علشان افضل انا مسكن مقدس ليك. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لما تيجي الخطية وتلح جوايا ويبقى للخطية سلطان فيا وجوايا رغبة واشتياق اليها، اقول للربنا الحق، لان مساكنك المكان اللي انت بتسكن فيه الشيطان عايز ياخده، البيت بتاعك الشيطان عايز يستولي عليه. عشان كده نقول له لا يا رب اجعل شرفائهم او اقويائهم مثل غراب ومثل ذئب ومثل ذبح ومثل صلمناع وكل امرائهم الذين قالوا لنمتلك لانفسنا مساكن الله. يا الهي اجعلهم مثل الجل اللي هو روث البهائم المخلوط بالقش، ودي الفلاحين بيستخدموه في انه يحموا بيه الاتون او الفرن يولعوا بيه كوقود. مثل القش امام الريح، خليهم زي القش لما يطير قدام الريح، خليهم وقود لجهنم يتولع فيهم. اللي عايزين يحولوا مساكنك الى مساكن لانفسهم، بدل ما انت يا رب اللي تكون ساكن هم يجوا يسكنوا ويتسلطوا علينا. كنار تحرق الوعر، كلهيب يشعل الجبال، ولع فيهم يا رب. هكذا اطردهم بعاصفتك وبذوبعتك روعهم، انفخ فيهم وطيرهم، املأ وجوههم خزيا. ما تحقق لهمش الهدف بتاعهم ان هم ياخدوا مساكنك ويسكنوا فينا بدالك، فيطلبوا اسمك يا رب، يعرفوا اسمك وهيبتك. واذا كان بيتكلم عن الشعوب ان ربنا يهلك تلك الشعوب اللي احاطت بشعب اسرائيل، ففي واقع الامر انه مش بس بيطلب هلاكهم، لكن كمان بيطلب حاجة اكبر من كده واحلى من كده، ان الشعوب دي تعرف اسم ربنا. الشعوب دي تتغير، وبدل ما هي جاية تضيع اسم ربنا هي تبقى تبع اسم ربنا. فيعرفوا اسمك يا رب، يعرفوك انت الاله الحقيقي،
بيغدوا ويرتاعوا الى الابد، يتكسفوا ويخافوا على طول، ليخجلوا ويبيدوا ويعلموا انك اسمك يهوى اله العهد الكائن وحدك العلي على كل الارض، ويعرفوا ان انت وحدك المتسلط على كل الارض، وان انت ليك وحدك السيادة. مزمور جميل للنفس اللي حاسة ان في امور كتيرة بتحوطها وتعباها وقلقاها، لكن يقدر يقف يقول للربنا لا تصمت ولا تسكت ولا تهدأ.